إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في غمرة الحياة المادية واللهاث وراء المتع الحسية وما أسفرت عنه من شيوع أحوال القلق والاكتئاب والملل والاضطراب، وفي خضم ما منيت به الأمة من أحداث ومتغيرات، شغلت الناس بالمتابعات والتحليلات. انبثق عن ذلك كله التغرب عن الحياة الهانئة المطمئنة، علاوة على ما قذفت به الحضارة المزعومة والمدنية الزائفة من سموم وهموم وأمراض قلب وغموم. على إثرها انغمس نور الإيمان، وبهت وهج الإحسان، وانقطع عن الذكر المشع اللسان. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. استوحشت النفوس وقست القلوب، وطغت موجات من الهلع والاضطراب، وظهر الخوف من المستقبل وعلى المستقبل. عباد الله، إن الحياة ليست بقوة الجسد أو التزود من عرض الدنيا بالجاه والنسب، بل الحياة حياة القلوب. يقول سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عباد الله، حديثنا في هذه الخطبة عن نوع من أنواع العبادات التي ركز الإسلام عليها ونبه إلى أهميتها. عبادة من أسهل ما يقال، وأخف ما يعمل، وأيسر ما يحمل، وأجمل ما يفعل، ولكنها أكبر شيء في الميزان، وأحب شيء إلى الرحمن، وأجل سعي للإنسان. فلا يوازيها عمل، ولا يضارعها خير، ولا يسبقها مجاهد. هي صدقة بلا مال، وجهاد بلا قتال، ومرابطة بلا انتقال، ومجاهدة بلا مشقة. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله
ذكر الله، فلا إله إلا الله. كم للذكر عباد الله، كم للذكر من حسنات ورفعة في الدرجات. هو الروح وهو الحياة، ونسيان الله سبحانه وتعالى هو الهلاك والممات. أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو كثرة شرائع الإسلام عليه، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاده إلى ما يتمسك به ليصل به إلى الجنة. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لهذا الصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيا بشرى، يا بشرى لمن أوتي لسانا رطبا مريا، لينا بالذكر، مفعما بالشكر، هشا بالثناء على الله، رق طبع صاحبه ولان قلبه، نعم المؤمنون باستقامته وهداه، وسلم المسلمون من شره وأذاه. ألا إنه عباد الله، بمثل هؤلاء يستنزل النصر ويحل الظفر وتنجو الأمة من هزائمها وانتكاساتها. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أورد الإمام الذهبي رحمه الله في السير أن قتيبة ابن مسلم سأل في إحدى معاركه عن الإمام العابد محمد بن واسع، وقد حمي الوطيس في القتال، فقالوا له هو في مصلاه رافعا سبابته يذكر الله عز وجل، فقال: والله والله لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف شاب طرير وألف سيف شهير. الله أكبر، الله أكبر. تأملوا عباد الله أثر الذكر والذاكرين في انتشال الأمة من مآزقها وانتصاراتها على أعدائها. عباد الله، من داوم على ذكر الله قوي بلا عشيرة، واغتنى بلا مال، وشرف بلا جاه، وعز بلا نسب، وأفلح في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لا إله إلا الله. وهل بعد هذه المنزلة من منزلة؟ ذكر الله سبحانه وتعالى لك في الملأ الأعلى، وثناؤه سبحانه عليك. فيا ذاكرا لربه لا تخشى غما، ولا تشكو هما، ولا يصبك قلق، ما دام قرينك هو ذكر الله. يقول القائل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يصف ابن القيم رحمه الله حال من ترك الذكر قائلا، وهي منزلة القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي تعطلت عنها صارت بورا. فيا عجبا عباد الله، أن نرى من المسلمين من وقع في أوحال الغفلة، وقد ضرب عليهم النسيان بظلمته، واستعجم عليهم اللسان برمته، فلا يذكرون إلا الهذر واللغو والغيبة والنميمة والولوغ في أعراض المسلمين.
فلا يدور لذكر الرحمن على لسانهم حال، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أولئك قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. عباد الله، ها نحن ننظر إلى صرع الغفلة وقلة الذاكرين، ننظر إلى ظلمة البيوت الخاوية من ذكر الله تعالى، ننظر إلى المسحورين والمسحورات وقد تسللت إليهم أيدي السحرة والمشعوذين. أولا نتفكر في كثير من المبتلين بمس الجان يتقلبون تقلب الأسير وتتخبطهم الشياطين، فلا يقر لهم قرارا ولا يهدأ لهم بال. ولو تساءلنا عباد الله، أين هؤلاء من ذكر الله؟ أين هم من تلك الحصون المكينة والحروز الأمينة؟ فإن لدخول المنزل ذكرى، ولخروج المنزل ذكرى، وللنوم ذكرى، وللصباح والمساء ذكرى، بل وفي كل شيء ذكرى، أسوة بما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيا عجبا عباد الله، فيا عجبا للحضارة المعاصرة، كثر فيها المثقفون وشاعت فيها المعارف والفنون، ومع ذلك كله انتشرت اضطراب الأعصاب وعمت الكآبة على الكثيرين. والواقع عباد الله أنه إنما خذل من خذل بسبب خواء القلوب والبعد عن ذكر الله تعالى والانقطاع عنه. والإنسان عباد الله مهما قوي فهو ضعيف، ومهما علم فعلمه قاصر، وحاجته إلى ربه أشد من حاجته إلى الماء والهواء. وذكر الله سبحانه وتعالى في النوازل عزاء للمسلم وتقوية للقلوب. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو تنبه المسلمون لهذا والتزموا الأوراد والأذكار لما تجرأ بعد ذلك ساحر، ولا احتار مسحور، ولا قلبت بركة، ولا تكدر صفو، ولا تنغص هناء. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. يقول القائل: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذا النون بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من شيء أنجى من عذاب الله، ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين، ورزقنا وإياكم الذكر والشكر، وهدانا إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله وأكثروا من ذكر رب العالمين، وحق للسائل أن يسأل ما بال الذكر مع خفته على اللسان وقلة التعب منه صار أنفع وأفضل من جملة العبادات مع المشقات المتكررة في تلك العبادات. والجواب عباد الله هو أن الله سبحانه وتعالى جعل لسائر العبادات مقدارا، وجعل لها أوقاتا محدودة، ولم يجعل لذكر الله مقدارا ولا وقتا، بل أمر بالإكثار منه بغير مقدار. ثم ليعلم كل مسلم أن ذكر الله عز وجل له مفهوم واسع شامل. وفي هذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله: كل عامل بطاعة الله فهو ذاكر لله تعالى. كل عامل بطاعة الله فهو ذاكر لله تعالى. فقد يكون الذكر بالقلب، وهو أن يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته وأحكامه وآياته، وقد يكون الذكر بالجوارح، فإن كل فعل تفعله متقربا به إلى الله متبعا فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو من ذكر الله. فالصلاة ذكر، وبر الوالدين ذكر، وصلة الأرحام ذكر، بل والدين كله ذكر لله. أما ذكر الله باللسان فهو ظاهر ويشتمل كل قول يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، من تهليل وتسبيح وتكبير وقراءة للقرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى هذه الآلة الصغيرة مدار الذكر باللسان، فكم هي مهمة في حياة الإنسان. فقد تكون سبباً هذه الآلة وهي اللسان، قد تكون سبباً في تعاسته، كما أنها قد تكون سبباً في سعادته وفوزه. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأشغلوه بذكر الله تعالى، فذكر الله أشرف ما يخطر بالبال، وأطهر ما يمر بالفم وتنطق به الشفتان، حتى يصبح المسلم الذاكر يصحو وينام ويقوم ويقعد ويغدو ويروح، وفي أعماقه إحساس بأن دقات قلبه وتقلبات بصره وحركات جوارحه وإدبار الليل وإقبال النهار، كل ذلك في قبضة الله وتحت قدرته سبحانه. يقول سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واعلموا رحمكم الله أن أفضل أنواع الذكر هو قراءة القرآن، ثم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية الصحيحة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا ضيقًا إلا جعلته له مخرجًا، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. استووا، أتموا الصف الأول فالأول وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.